خلال لقائه مقادمة لجنة قبيلة نوح، أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فريسال مينا البحسني على أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتماسك أفراده وضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمساندتها في تحقيق تطلعات الشعب. واستعرض النائب البحسني خلال اللقاء التحضيرات الجارية لعقد لقاء موسع يضم جميع القادة العسكريون والأمنيون والمدنيون والمكونات السياسية والقبلية في محافظة حضرموت لتدارس الأوضاع والصعوبات والإشكاليات والمطالب المتعلقة بالمحافظة لمناقشتها على مستوى المجلس الرئاسي وبحث المعالجات المناسبة لحلها لمساندة جهود قيادة السلطة المحلية بحضرموت في أداء مهامها. من جانبهم، عبر مقادمة لجنة قبيلة نوة عن دعمهم لكافة الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي وقيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بحضرموت في سبيل التصدي للهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الاقتصادية الوطنية بالمحافظة.